أمطار صيفية ورياح 50 في يونيو، أستاذ مناخ يوضح أسباب تقلبات الطقس. خلال الأيام اللي فاتت شفنا موجة من الطقس السيء، شفنا فيها أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة، شفنا كمان الفصول الأربعة في يوم واحد، وده ما كانش بيحصل قبل كده. لكن السؤال اللي كلنا بنسأله حاليا هو إيه أسباب التغير في حالة الطقس، وليه أصلا في تغير عن الأعوام الماضية؟ اهلا بكم في نشره جديده تاتيكم من تلفزيون الوطن. قبل ما نقول لحضراتكم على اجابه السؤال، خلونا نطمن حضراتكم انه وفقا لبيانات وتقارير هيئه الارصاد الجويه، فالنهارده بنشهد تحسن واستقرار في حاله الطقس، ومتوقع ان يسود طقس معتدل في الساعات الاولى من الصباح، حارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يعني في توقف لحركه الرياح المثيره للرمال والاتربه، وبتقل كمان فرص سقوط الامطار الرعديه اللي شهدتها البلاد الساعات الماضيه. نرجع تاني لسؤالنا، هو ليه اصلا في تقلبات حاده في حاله الطقس وكمان في عدم استقرار، وايه علاقه ده بالتغير المناخي؟ هيجاوبنا على كل هذه الاسئله الدكتور علي قطب استاذ المناخ. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك دكتور. شفنا في شهر يونيو امطار ورياح 50، ايه اسباب هذه التقلبات الحاده في الطقس؟ انت حضرتك في سؤالك قلتي رياح 50، هو بالفعل رياح 50، واحنا بنسميها منخفضات خمسينيه. هذه المنخفضات الخمسينيه المفروض والطبيعي والمعتاد عليه من قبل المتخصصين في الارصاد الجويه ومن قبل العموم الشعب انها بتكون في الفتره الاولى من فصل الربيع، يعني بدايه من شهر ابريل كله ثم الى منتصف شهر مايو. لكن الغريب والجديد على هذه الرياح الخمسينيه او الموجات الخمسينيه او موجات تقلب الطقس هي انها تاتي متاخره عن ميعادها وتاتي في نهايه شهر مايو واوائل شهر يونيو. هذا هو التغير المناخي. لكن هل حدث مثل هذه العواصف من قبل؟ بالفعل حصلت عواصف ترابية عديدة في فترات زمنية سابقة، تحديدا في عام 1997 في 2005 عاصفة ترابية أغلقت منطقة الشرق الأوسط بالكامل، مصر والأردن وفلسطين، وأدت إلى ظلام تام في فترات النهار، وكانت سرعة الرياح في هذه الفترة تحديدا وصلت إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة. ولكن هذه العواصف زي ما قلت حضرتك انها تاتي مره كل فتره من الزمن، لكن عشان تاتي هذا العام على اسبوع كل اسبوع موجه من حاله عدم الاستقرار ويتخللها هذه السحب الركاميه الرعديه وارتفاع في درجات الحراره والاتربه والعاصفه الترابيه زي ما حضرتك اشرتي، بنشوف حاله الطقس اللي في الفصول الاربعه بنشوفها في يوم واحد. هذا هو الجديد، وذلك نتيجه للتغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه بتلعب دور في كل هذه الظواهر الجوية، بتعنف الظواهر الجوية، بتغير. دكتور علي، احنا فعلا عايزين نسألك على هذه النقطة بالذات، ايه علاقة ده بالتغير المناخي وتأثيره على حالة الطقس في فصل الصيف؟ يعني ايه تغير مناخي وايه العلاقة بين الطقس والمناخ؟ العلاقة بين الطقس والمناخ، الطقس بيان الحالة الجوية لفترة زمنية يوم يومين ثلاثة لغاية 10 أيام. أما المناخ فإحنا بنتوقع لسنين قادمة أو سنين ماضية من ظاهرة جوية هتتكرر أو عنصر مناخي هيتكرر أو هيتغير معدل بتاعه عن المعدل الطبيعي وهكذا. نحن لدينا معدلات طبيعية، على سبيل المثال معدل درجة الحرارة في شهر يونيو المفروض أنها تبقى من 35 ل 36، عندما ترتفع عن ذلك وتصل إلى 40 درجة مئوية فهذه موجة، هذه حالة عدم استقرار. ما السبب فيها؟ منخفضات جوية وتغير في قيم الضغط الجوي. طب سبب تغير قيم الضغط الجوي ايه؟ ان هناك ظاهرة الاحتباس الحراري، وهذه الظاهرة ناتجة عن استخدامنا لطاقات الوقود الأحفوري ونشاط البشر الإنسان والتلوث البيئي وما إلى ذلك. النواتج بتاعتها ايه؟ انها تؤثر على الظواهر الجوية بعنف الظواهر الجوية، تؤثر على المناخ بتغير في مواعيد الظواهر الجوية واختلاف في معدلات العناصر الجوية، وبالتالي بيؤدي الى خلل في منظومة المناخ على مستوى العالم مش في مصر بس. يعني هنلاقي مناطق فيها امطار كانت لا تمطر، ومناطق فيها تصحر كانت ممطرة، وهكذا، بدليل ان هذا العام حتى الان متوسطات هطول الامطار على المملكه العربيه السعوديه اكبر بكثير من اعوام سابقه، في حين ان هناك نقص في وندره في هطول الامطار على اوروبا، بل
هناك أنهار تجف بسبب ندرة هطول الأمطار، وبالتالي هذا ما يحدث نتيجة للتغيرات المناخية. تمام دكتور علي، يعني احنا ممكن نقول ان الانسان طبعا ليه الدخل واليد العليا في هذا التغير المناخي اللي احنا بنشهده بسبب استخدامه. بالتأكيد طبعا. الانسان هو السبب في هذا ما يحدث. بس الانسان مين؟ ليس الانسان فقط، الانسان والحكومات والعالم كله. ليه؟ لان اصل التغير المناخي ما بيجيش من شخص او شخصين او بلد او بلدين، ده تغير على مستوى العالم. وبالتالي نجد ان مثلا الدول الصناعيه الكبرى هي المتسبب الاول في ظاهره الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وعليها العبء الاكبر، وهي كانت تحتمي في ان لديها امكانيات ماديه وتكنولوجيه تستطيع مواجهه التغيرات المناخيه، ولكن هذا لا ياتي. وبالتالي بدأت تتأثر بالتغيرات المناخية، ومن هنا بدأ الحضور الكبير من رؤساء العالم والتركيز في اتخاذ قرارات فعلية على أرض الواقع للحد من الانبعاثات الكبرى. تمام دكتور علي قطب أستاذ المناخ، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. عفوا. مشاهدي ومتابعي شاشة تلفزيون الوطن في كل مكان، وصلنا معكم إلى نهاية تغطيتنا الإخبارية، ومستمرين ومتابعين معكم تغطيات إخبارية أخرى على مدار اليوم. شكرا لطيب المتابعة.